انا والدتي من الشعر فقط من 20 يوم، وكانوا يقولون لنا غرقوا وانقذوهم في سجون ليبيا. كل قريبنا اللي هناك بدور، واللي هن بنات والكل بدور، بقولنا بكرة بعده يطلع، بكرة بعده يطلع، لغاية امبارح أكدوا لنا إنه متوفى في تونس. بدهم يعيشوا، بدهم يكونوا حالهم، بدهم بتشوف الناس معاها ومعاها. ويتيم ابني بيعيش العيش بيكون حاله. فطار بيتبو أشوفه بالشوق منه، وسبع شهور غايب عني، سبع شهور غايب عني وانا بالعذاب. وطنون على التنين قرايبنا معاه، مش عارفين ميتين ولا طيبين، بقيهم يا رب يا رب وقف لنا ذي الحلال يرجعوا يا رب يا رب.